في الحقيقة زيارتي هذه البلجيكا أو بروكسل لم تكن الأولى، ولكن هذه كانت مميزة. تفاجأت في الأطر المغربية المهمة التي تقطن هنا، وتهتم بالجالية المغربية وتهتم بالثقافة المغربية والثقافة العربية عموما. تفاجأت أيضا بالمدى التلاحم بين جميع أقطار الوطن العربي هنا في 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 بروكسل. أنا هنا حضرت يعني لأجل حفل توقيع كتابي البرق حلم المطر، وهو كتاب نقدي عن القصة القصيرة جدا. للأمانة كان حفلا مميزا جدا 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 بحضوره وبتنظيمه بالجميع بمن حضروا. كان اللقاء مميز بالأسئلة بالمثقفين عموما من جميع الوطن العربي. سعيدة جدا أنا لتواجدي بين هؤلاء الإخوة المثقفين العرب والمغاربة. سؤال أعتقد أنه كبير على رؤيتي البسيطة جدا من خلال جولة واحدة ومن خلال لقاء وحيد، لا يمكن أن نحكم، ولكن أعتقد أنهم يحملون هم الوطن هنا. يعني تشعر بمدى شوقهم للوطن، مدى التحامهم، مدى رغبتهم في إيصال تراثنا أو ثقافتنا المغربية. تشعر من خلال ما سمعته من قراءاتهم سواء الشعرية أو الأدبية أو حتى حديثهم العادي، هناك نوع من الحنين للوطن. هناك يتحدثون عن الغربة وعن الوطن وعن بنوع من الحميمية ونوع من الحنين ونوع من الرغبة في العودة إلى الوطن. سؤالك عميق وواسع وشاسع، لا أستطيع حقيقة أن أحدد فكرة أساسية فيه، ولكن لأن زيارتي الأولى أو زيارتي الأولى في تواصلي مع المثقفين العرب والمغاربة هنا. أعتقد عموما من خلال ملاحظتي أنهم يحملون هذا الهم في إيصال فكرة الثقافة المغربية العربية. الإعلام مواكب لتجارب المغاريب سواء المقيمين أو القادمين إلى هنا، مواكب بطريقة جميلة جدا، بحيث حضرت أكثر من لقاء على مستوى الإذاعي، والآن في بوابة مغاربة العالم حضرت أيضا لقاء سجلت معي إذاعة أرابيل أكثر من لقاء حول عيد المرأة، اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وأيضا حول تجربتي في الكتابة أو في الإبداع. كانوا أيضا حضروا أيضا لقائي الذي نظمه الصالون الأدبي بروكسل، حضروه، وكان هناك نوع من المكابلة جميلة جدا التي أثلجت صدري. عموما مهما قلت أنا سعيدة بهذا التواصل، وأرجو لهم المزيد من التألق من الجمال ومن الحضور الواثق والجميل والجذاب والذي يعطي صورة إيجابية عن المواطن المغربي والعربي عموما، ويجعله في تواصل مع جذوره العربية. أرجو لهم مسيرة موفقة ومزيدا من اللقاءات المهمة والجميلة والخلاقة، وأرجو أن نتواصل إن شاء الله لاحقا. أرجو أن يكون هذا اللقاء الأول والأخير. سعيدة أنا بوجودي بينكم. شكرا للجميع، وشكرا لكل من تواصل معي ولكل من حاول أن يكون حاضرا في هذا اللقاء، لقاء حفل التوقيع أو الاحتفاء بتجربتي الإبداعية البسيطة التي أعتز بها ولو أن في خطوة في بداياتها الأولى. شكرا لكل من أثثوا لذاك اللقاء، ودائما نفخر بمجهوداتكم وبمجهوداتكم.